التعليم تفاجئ المعلمين، موعد صرف مكافأة الامتحانات للمعلمين بالزيادة الجديدة 2022، وخبر بعنوان أهم قرار يطبق على المدارس، وقف خصم 2% خصم من مكافأة الامتحانات. أهلا بكم، أدعوكم للاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى يصلكم كل ما هو جديد، ولا تنسوا دعم المقطع بلايك. التعليم تفاجئ المعلمين، موعد صرف مكافأة الامتحانات للمعلمين بالزيادة الجديدة 2022. انتهت جميع المديريات على مستوى المحافظات في جمهورية مصر العربية من امتحانات الفصل الدراسي الثاني لهذا العام، وهذه لمرحلة التعليم الأساسي، حيث أن امتحانات الثانوية العامة سوف تكون يوم 6 يونيو 2022 الجاري. وكان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني كان كشف عن القرار بوجود زيادة على المكافأة الخاصة بالامتحانات للمعلمين 2022 لمن قاموا بالمشاركة في الامتحانات وإتمام مرحلة التعليم الأساسي بمختلف الدرجات، ومن ثم سوف نتعرف على كل ما يخص مكافأة المعلمين من خلال هذا المقال. موعد صرف مكافأة الامتحانات للمعلمين 2022 مع الزيادة. أكدت وزارة التربية والتعليم أن هناك بيان هام، وهو وجود صرف لمكافأة الامتحانات للمعلمين لمن قاموا بالمشاركة في الامتحانات في مرحلة التعليم الأساسي، وسوف يتم ذلك خلال الساعات القليلة القادمة، حيث أن هناك حساب للمكافأة من أجل الصرف، حيث أنه سيتم صرف المكافأة طبقا للقرار الوزاري رقم 150 التابع لعام 2005، حيث أن هناك تنظيم كامل لعملية صرف المكافأة الامتحانات الخاصة بالنقل والشهادة الإعدادية، حيث تم التوجيه في خطاب رسمي موجه من المديريات التعليمية بمستوى الجمهورية أن هناك تجهيز لصرف المكافأة الخاصة بالامتحانات للمعلمين. زيادة مكافأة الامتحانات للمعلمين: هناك نية لوجود زيادة مكافأة المعلمين الخاصة بالاختبارات، حيث أن هناك 78,753 طالب وطالبة على مستوى الجمهورية قاموا بأداء اختبارات النقل والتعليم الأساسي لهذا العام، حيث أن هناك التزام كامل بصرف مكافأة الاختبارات للمعلمين مع الزيادة في أقرب وقت ممكن، حيث أنه تم الانتهاء من الاختبارات وتم الإعلان عن بعض النتائج في مختلف الأماكن. التعليم تصدر قرار عاجل يطبق على مدارس المرحلة الابتدائية. أهم قرار يطبق على المدارس، وقف خصم 2% خصم من مكافأة الامتحانات. أهم قرار جديد يطبق على المدارس بداية السنة المالية المقبلة. نشر الناشط التعليمي خالد الشريف شأن صدور قرار جديد يطبق على المدارس بداية السنة المالية المقبلة، وذلك في تدوينه على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. وقال الشريف: هم لمدير المدارس ومسؤولي شؤون العاملين يتم إنشاء دفتر 68 جديد بشكل إلزامي مع بداية السنة المالية المقبلة. التعليم تصدر قرارا عاجلا يطبق على مدارس المرحلة الابتدائية. أصدرت وزارة التربية والتعليم قرارا عاجلا يطبق على مدارس المرحلة الابتدائية تضمن التالي: قرار وزارة التربية والتعليم بالنسبة لطلاب الدمج في المرحلة الابتدائية، يمتد سن الالتحاق للطلاب ذوي الإعاقة البسيطة بالصف الأول الابتدائي بمدارس الدمج من 6 إلى 12 سنة. وبعد العرض على الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، وافق على تعديل المادة الأولى ليكون النص بعد التعديل: هام وقف خصم 2% خصم من مكافأة الامتحانات المعلمين لصالح النقابة. طالب عدد من المعلمين بوقف خصم 2% خصم من مكافأة امتحانات المعلمين لصالح النقابة. وقال المعلم طارق أبو علي في تدوين على جروب فرسان التوجيه المالي والإداري على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: المفروض مكافأة الامتحانات ما تخصمش منها مليم واحد، لأن المكافأة محسوبة ضمن المرتب بعد إقرار الحد الأدنى للأجور، وكل ما في الموضوع إنهم جمعوها في نهاية السنة المالية، فخصم 2% للنقابة أصبح غير قانوني، وخصم التأمينات منها غير قانوني، لأنه يتم الخصم شهريا من المرتب، والمكافأة أصبحت محسوبة ضمن المرتب، يعني لو تم الخصم منها يبقى كده اتخصم من المكافأة مرتين،
مرة وهي ضمن المرتب ومرة ثانية وهي محسوبة إنها مكافأة مع إنها أصبحت ضمن المرتب وليست مكافأة والخصم منها مخالف للقانون. وأضاف أبو علي على ماهيات وحسابات الإدارات التعليمية الانتباه لهذا الأمر ووقف الخصم فورا، بل وإعادة ما تم خصمه في السنوات السابقة من تاريخ إقرار الحد الأدنى، وعلى خلف الزناتي إعادة 2% للمعلمين عن السنوات السابقة.